يا عيش يا حرية يا كرامة. في عيون برية خالق تواطؤ مع 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 دولتهم هم أنفسهم هذا أهل الصحراء. الحكومة الإسبانية أنفسها هي اللي تواطأت مع عقب انتهاء فرانكو ثم تواطأت مع المغاربة. كل دموع الفرح والفجاو Je suis un Sahraoui, tu sais maintenant, Sahraoui, mais personne ne te connaît pas. Quand il est dans ton terre, tout le monde le connaît, tu peux faire tout, personne qui te dit quelque chose, tu peux pas, tu sais, tout le monde le te connaît, ça c'est mieux, tu peux travailler, tu as beaucoup de choses dans ta terre, le faire avec ton Sahraoui, avec tes copains, avec ta famille, avec des gens. جهده كامل ونقل اللاعلى على قرعيه، ناس كامله جات اللاعلى على قرعيه. جهده كامل جا اللاعلى على قرعيه. إلى منطقة بعيد عاد جي وتا ترفد مثلا وتا كم بقى عليه ترفد. شعب تحت الاستعمار الإسباني وكنا مثلا موجودين مجتمع عندنا تاريخ وعادات وتقاليد وتكوين يعني فئات نساء ورجال وأطفال وعندنا تربية وأخلاق خاصة بالمجتمع الصحراوي وإن مبادئنا اللي مزلنا لحد اجتياح المسيرة السوداء وزمن حكم الحسن الثاني وفضلنا عنا نعيش على قيمة من الجبال نجاهد ونكافح ونناضلوا عن يعني نعيش روذلاء تحت استعمار حقرة واستعمار ظلم واستعمار عار واستعمار يعني له ميزاته اللي معروف بها على مستوى ولن انا قبل بلاهي انا شغلتي في الودايه مديره تشريفات على مستوى ولايه بجدور كيفاش جينا يعني جينا الناس كامله معظمها مش على قرعيه الوتات قليله ومعظم الناس مش على قرعيه تم من منطقه لمنطقه ولين الحق يعني ذاك هو اللي يجعل على انه المناطق اللي دخل المغرب علينا الناس مازالت فهم يعني في ذيك المناطق اللي ما هي بعيد من المدن خلقت قنبل هم درايقو
ليش مع عبد الله ولد محمد ولد بلاو؟ لأن شغلة قطعة في الثورة قطعة كنت على لجندي في الصفوف. من البداية وأنا قطعة في الصفوف دمامية. وما زال إلى الآن أنا ضرر في قطعة في الصفوف من البداية. الحرب كانت فايتة لنا. الحرب بعد كامل من سمو مع الموريتانيين ومع المغاربة فات علينا كامل إلى النهاية إلى 91 إلى موقف إطلاق النار وإحنا في الأمام موزن فيه ما رأينا ما فاطحنا عنه رأيك مزلنا في الأمام مملي مزلنا جنود القدام ولا أنا متراجعين قطعنا إن ما حد حياتنا مسيطرين عليها ونقدر نعدلوا السبة عرف أنا ما لنا متراجعين عند الأمام يلين يمرقوا المغاربة يطيروا المغاربة من فم والله نخلوا فم ما لنا متخلين عن الصحراء مهما كان نوعها النوع قطعا في محد مغربي فم والله غازي يسوى هو منه ما حد واطي في الصحراء ما لنا متراجعين عنها ولا متنا لا يخلوها رجالة في بلدنا لا يحروها مهما كان النوع سابق صورة مسكن المنطقة ساكن الراس مارة والعيون هذا هو بالمسك وحتى إلى حدودها نعرفه وما اللي نعرفه نقطة نقطة حلمي هو على أن يعيشوا أولادي وأبناتي يعيشوا في وطنهم أحرار مستقلين رافعين رؤوسهم وحلمي الكبير هو على أن يشوف الراية ونشوف الجمهورية العربية الصحراوية في العيون الصحراء العاصمة هو حلمي هو على أن يشوف مؤسساتنا اللي بانين هون في الحمادة يشوفوهم في الوطن وحلمي هو على أن ما نعود نتحانوا حد يدعمنا ما نحانوا حد يعطينا شيء عدو قابضين من ثرواتنا ومن خيراتنا واقتصادنا الياسر فاردنا هذا هو حلمي وحلمي هو أعلن الصحراء عدو سيروها أولاد الصحراويات querido estar aquí hoy 14 de noviembre de 1976 para demostrar con nuestra presencia nuestra repulsa y nuestra reprobación por el acuerdo de Madrid de 1975 Saharaui va a vencer en su lucha. Va a vencer no solo porque tiene la razón, sino porque tiene la voluntad de luchar por su libertad. غير عييت تقول لكلام